الإفطار مع الصغار والكبار للشيخ أمين الأنصاري. رحمة الغراء بالخيرات تهدينا. على أحلى إفطار حضروا الأبرار وصغر وكبر، على أحلى إفطار حنقول أناشيد والكل سعيد ونتابع معكم كل جديد. الرأي رشيد ولقاءنا مفيد والخير هيعم الكل أكيد. على أحلى إفطار حضروا الأبرار وصغر وكبر على أحلى إفطار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي إخواني وأخواتي أولادي وبناتي، حلقة جديدة من حلقات أحلى إفطار. أحلى إفطار يا رب ربنا سبحانه وتعالى يجعله إفطار هنيء وشرب مريء وضحك بريء وقلب بالإيمان بالله عز وجل مليء. تعالوا النهاردة نشوف فقراتنا، ولكن أذكركم بحاجة عشان يعني لحظة ننسى في آخر الحلقة. كله لازم ينزل القيام، كله لازم ينزل القيام والتهجد. استعينوا بالله عز وجل وربنا يا رب يتقبل منا ومنكم، وخدوا حبايب الصغير معاكم عشان يتعودوا، مش الصغيرين أو لا يعني 8 و9 و10 سنين علشان يتعودوا على القيام والجو الجميل اللي بتحيط به الملائكة في المساجد. تعالوا النهاردة نشوف فقراتنا. أول فقرة زي ما اتفقنا فقرة لحبايبنا الصغيرين، طفل جميل بيضحك مع أبوه عشان حاجة غريبة جدا، وهي غطى البيبرونة. غطى البيبرونة لو وقع يموت من الضحك، وهشوفوا ضحكته الجميلة ونفسه الطويل في ضحكته. تعالوا نشوف التانية. فقرتنا التانية أقوى إيه ترى؟ احنا عندنا اقوى عضلات، عندنا اقوى انسان، لكن عمركم شفتوا اقوى ودان؟ اقوى ودان، واحد ودانه قويه جدا بيشد بيها ايه يا ترى؟ بيشد بيها مثلا جردل، او بيشد بيها كرسي؟ لا، بيشد بيها عربيه. واحد بيشد عربيه بودانه، هنشوفه ونشوف ازاي التحدي بين ودان بني ادم وبين عربيه بحالها. الثالث ودي الفقره الثالثه والاخيره، فقره واحد بقى ما اكتفاش بحمل اثقال ولا اكتفى باللي بيجر عربيه، لا ده عمل ايه؟ قال لهم ده انا هجر لكم بقى المره دي طياره، هيجر طياره. تعالوا نشوف فقراتنا ويا رب تتبسطوا. اتفضلوا معايا. شوفوا Oh,
شفتوا الأطفال وبراءة الأطفال. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن الأطفال والبراءة بتاعت الأطفال وجمالهم ده من عند ربنا، لكن إمتى بيلوثوا وإمتى بيخرجوا عن طبيعتهم؟ لما أبويهم بيعلموهم حاجة فيها غلط. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بخلاف شوفوا الطفل ده، أو ده أجنبي وممكن ما يكونش مسلم، لكن شوفوا براءته، شوفوا جماله، شوفوا خفة دمه، وللأسف الشديد ما بيتغيرش ولا بيتبدل على فطرته السليمة إلا لما حد بيعلمه حاجة غلط، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لو في حاجة غلط عند أولادنا يبقى إحنا السبب، تعالوا نراعيهم وتعالوا نحبهم وتعالوا نربيهم لله سبحانه وتعالى ونسعدهم. يا رب ربنا يسعدكم ويسعدهم، آمين يا رب العالمين. تعالوا بقى نشوف الفقرة الثانية في أحلى فطار الليلة دي. فقرة الثانية الرجل اللي بيشد عربية بودانه، واحد ودانه أقوى من عربية. تعالوا نشوف المشهد ونقول سبحان الله. تفضلوا. شوف ودان يشد بيها، يشد بيها عربية. يا ريت نشوف المشهد تاني، شوفوا المنظر. بصوا ودان حاطط حلقات في ودان زي ما حضراتكم شايفين كده، ويشد عربية بودان، يشد العربية بودان. طبعا بيسقفوه وبيديله الجايزة. يدو طبعا واحد يعني واحد ودانه أقوى من عربية لازم ياخد جايزة ولازم يبقى عالمي. لكن في بقى معانا صاحبنا التاني، ما يعني احنا وداننا دي نقدر نعمل بيها حاجات كتير، نقدر نسمع بيها الخير، نقدر نبعدها عن الشر. ربنا سبحانه وتعالى قال قد أفلح. مين اللي أفلح؟ اللي هيستخدم حواسه في الخير. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. لا بيشوفوا حاجة حرام ولا بيسمعوا حاجة حرام، وإذا مروا باللغو مروا كرامة. الواحد لما يصون أذنه ويصون عينه ويصون حواسه عن الشر، ربنا يا رب يعني يكرمه ويدخله الجنة وإحنا معاه إن شاء الله. قولوا أمين. تعالوا بقى نشوف التالت ده لا رضي بأنه يحمل أثقال ولا أنه يحرك سيارة، أمال طيارة. شوفوا الطيارة بقى كم طن، وتعالوا نشوف رجل بيشد طيارة. تفضلوا معي. ده من حميل الأثقال، بس الأثقال إيه؟ لا إحنا خلينا نخش في الحاجات اللي أقوى من كده، اللي هي طائرة. الرجل هيشيل طائرة. بصوا عملوا له مدرج أهو وربطوا الطائرة. شوفوا هيشد طيارة، أنا آسف، شوفوا هيشد طيارة. شوفوا طبعا مجهود جبار في وقت بسيط. شوفوا الطيارة والطيارة ماشية، هما بيحاولوا دلوقتي يوقفوها، يعني مجهود جبار جبار جبار. شوفوا الطيارة دي عشان تتحرك، شوفوا ماشي والطيارة ماشية وراها. طبعا فرحان الرجل الذي حرك الطائرة، الرجل الذي حرك الطائرة طبعا فرحان ومبسوط وكله سعادة. واحد دخل موسوعة جينيز العالمية علشان حرك طائرة. احنا ممكن نحرك قلوب الناس بكلام الله، وممكن ندعو إلى الله عز وجل فنحرك الكفر من قلوب الناس، والكفر أتقل من الطائرات وأتقل من أي شيء. ياريت اللي ما يقدرش يزيل طيارة ولا يقدر يزيل سيارة، ياريته يقدر يزيل منكر من الطريق. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، دي من الحسنات اللي بتدخل الجنة. دخل رجل الجنة في عود شوك كان في طريق الناس، لما أزاله أدخله الله الجنة. ممكن نزيل حاجات بسيطة،
ونبقى سعداء جدا في حياتنا الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت رجلا يتقلب في نهر من الجنة أزال عود شوكة من طريق الناس. والمسائل دي كتير زيها في البيت، إن الواحد يساعد والدته ويزيل حاجة يعني يساعدها فيها، يشلها حاجة، دي حسنات كتير جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وأن تعين الرجل على دبته أو تحمل له عليها متاعه صدقة. دي حاجات سهلة وبسيطة، لا هي سيارة ولا هي طيارة، ولكن ممكن تدخل بها الجنة من أوسع الأبواب. يا رب ربنا يدخلنا وإياكم الجنة. أحبتي، إفطار هني، شرب مريء، ضحك بريء، إيمان، قلب بالإيمان بالله عز وجل مليء. سعدت بكم، أراكم غدا إن شاء الله عز وجل في أحلى إفطار. السلام عليكم ورحمة الله. إفطار المسلم في رمضان فرحة وهنا وكمان غفران، والفرحة الكبرى للرحمن ودخول الجنة من ريان. على أحلى إفطار حضروا الأبرار وصغر وكبر، على أحلى إفطار حنقول أناشيد والكل سعيد ونتابع معكم كل جديد. الرأي رشيد ولقائنا مفيد والخير هيعم بالكل أكيد. على أحلى إفطار حضروا الأبرار وصغر وكبر، على أحلى